قائد العرض فنون بعد بنشاد شجون على مسرح الفنون لعب ودرام بجنون نبتدي العرض فنون بعد بنشاد شجون على مسرح الفنون لعب ودرام بجنون يا سلام ترى المعلومية هذه كفة واحدة الله الله هذا فريق واحد يا سلام في فريق ثاني ما ادري ايش اللي غيبهم وينهم يا ترى وش نرحب بالغالين مازن تسلم الزهراني غالي والله شوفتكم اي والله الله يسعدك يا مازن شرفت ونورت والله يا مازن وعبد الرحمن قاسم ايضا وانا حاب اقول لكم يا جماعه انه الاستاذ رياض الخبران باذن الله حيكون مقدم في هذا البرنامج هذا من عندي لا مو من عندي هذا كلام حقيقي وواقع وايضا الاستاذ ياسر عباس مقدم في هذا قائد فريق الاستاذ ياسر عباس والاستاذ محمد الفهيد طبعا حيكون قائد فريق ايوه ولك ان تتخيل انه المتسابقين عبد الرحمن قاسم فارس السيد مجدي عبد الغني عبد الله فال مازن حبيبنا هلا وغلا هلا بالقائد يا مرحبا يا مرحبا يا هلا يا هلا والله كيف حالك من جاب اسمع على لا لا في واحد يقرب لك اسمه محمد الفهيد احنا نقول ان الاستاذ محمد الفهيد تمام حيكون قائد في برنامج عرض حي يا هلا والله خلاص خلاص رح رح مازن برنامج بصراحه وتنافس عالي وعلى قناه ماسا يا سلام عشان يعرفون يعني على قناة ماسا احنا ننتقل من القناة للقناة الآن احنا في ماسا وبرنامج عرض حي عرض حي انت تتوقع يا مازن مع الكوكب الجميلة هذه وانت معهم ايضا بتقدمون شيء نوعي اول شيء والله شرف كبير مع النجوم الكبار هذولي يا حبيبي واكيد موعودين الجمهور بشيء بطبيعة البرنامج اصلا طبيعة البرنامج تفرض نفسها حلو لعب ودراما وجنون يا سلام حلو. يا سلام بروح لعبد الرحمن مباشره عبد الرحمن انت شاركت في برامج كثيره تنافسيه وانت مشكلتك في التنافس انك عصبي ومدري كيف حيمشي البرنامج ده والله ما نداري شكله حيكون في مشاكل في هذا البرنامج لكن حاب اقول لك واقول للساده المشاهدين انه باذن الله قناه ماسا في هذه الدوره بالاخص في برنامج عرض حي حيكسر الدنيا طبعا ولا يوجد احنا نتنافس بيننا في القناه اكيد ما يحتاج ولا يوجد برنامج في الشبكه كلها زي برنامج عرض حي انت عرض حي ترى المعلوميه هي حلقتين في الاسبوع فريقين يتنافسون القائد هنا الفهيد والثاني قائد ياسر عباس ياسر عباس ومجموعه هنا ومجموعه هنا والجمل بغى يقوم ترى المعلوميه البرنامج اللي كان يتنافس فيه عبد الرحمن وكان عصبي جدا كان قبل ما يتزوج بعد ما تزوج هل يا ترى بيكون عصبي مثل اول ولا لا بيكون أعصب هو معصوب في البيت يا رياض انت خشبوهات يا رياض دوق بتزعل الحين دوق ما شاء الله تبارك الله اذا زعلت عبد الرحمن قاسم تزعل دوق يا حبيبي عبدو قاسم هذا هو عبدو قاسم الله يهرب مازن يا مازن انت شاركت في برامج اخر برنامج طلعت منه القوى التاسعه هذا برنامج له جوه في توليفه جديده فيه ايش توعد الناس الان اللي هو في عرض حي عرض حي الجمهور موعودين بكل خير لكن الاسماء القويه هذه هم يعرفون الجمهور ايش راح يكون في البرنامج مثل ما قال ابو قاسم اقوى برنامج على ماسا يعني انت بتنشد انا قاعد اسمعك تنشد يا حبيبي بتشوف الممثل منشد والمنشد بتشوفه مقدم في البرنامج ده في ميكس عجيب الله عليك الله عليك والمنشد واثق من قياده محمد الفهيد كاتب واثق انت من قياده محمد الفهيد فريقكم؟ لا والله ما اعرف انا واثق يا عبد الرحمن والله ما اعرف انت قسمت دحين بكيفك يا استاذ انا اتوقع يعني. احنا ما انت احنا ما احنا عارفين الفرق زي ما انت متوقع زي ما انت متوقع المقدمه وجبت العيد فيها والله خلي الجمهور براحته يتوقع يا جماعه انا متاكد ان الراجل اللي هناك حيجي الحين حيعمل لنا مشكله روحوا للبرومو القادم وخلونا نتفاهم كذا تحت الهواء عرضي حي عرضي حي على ماسا عرض